سلام حنونات الغزالات، اش اخباركم بنات بلادي وشقيقاتي من الدول العربيه الاخرى اللي متبعيننا، متبعين قناه ام زكريا، قناتي وقناتكم المتواضعه جدا، اختكم انا وفديتكم فديتكم. ودابا غادي نقول لكم اخواتي العزازات الحنانات الغزالات، دعوا معايا انا غدا نمشي نلقح. ساذهب الى التلقيح، جاتني السيطة باش نمشي نلقح، وغادي نمشي اخوتي غنديروها في الله، فوضنا امرنا لسيد ربي الحبيب. هادشي اللي غنقول، كاين بزاف يعني كيقولوا بان خرجوا اطباء تيحذروا من هاد التلقيح، وشي كيقول يلقحوا شي كيقول ما تلقحوش، كل واحد اش كيقول. وانا اخوتي غنديرها في يد الله، ما نكذبش عليكم، غنديرها في يد الله ونمشي نلقح. نتمنوا من الله خير، ودعيو معايا دعيو معايا دعيو معايا. وخليت لكم وليداتي امانه امانه نكتب مكتوب، هذا ما عطى الله، ما عندنا ما نديرو، ماشي لقحوا الملايين ديال الناس اللي لقحوا، منا من الناس. هادشي اللي غنقول، وكنحترم يعني الاراء، حيت بزاف اللي تيقولوا ما باغيتش يلقحوا، كل واحد عاوتاني هو الاختيار ديالو بطبيعه الحال. وهادشي اللي كاين، وعطوني اراءكم، شكون اللي ضد وشكون اللي معاه، شكون اللي غادي شكون اللي غتلقح وشكون اللي ما غتلقحش. انا هادي هي طريقي، غادي نمشي للطبيب عندي مع 11، وغادي نمشي وغادي فيد الله الخلعة فيا، ما نكذبش فيا الخلعة، ولكن اش غنديرو، اش غنقول لكم، لا اله الا الله وصافي. والله دخنا دخنا، والله الا دخنا. المهم خليوكم معايا حتى نشوفوا ان شاء الله، من نوصل للطبيب انا معاكم. ايوا يا البنات، في طريقي الى السبيطار. هو تيقولوا بان ماشي اجباري، يعني باش تلقحي غير هي كاين، المهم ما تدوش على المعلومه ديالها، ما خداش معلومات صحاح، بحق كل واحد اش كيقول. يعني غير ملي تبغي تدخلي لشي بلاصه، شي بلاد غيطلبوا لك هذيك، واش دايره البروفا، واش عندك، واش فيك الكورونا ولا لا، هادشي اللي قالوا، والله اعلم. حتى الساعة ما سمعش أنا بأنه إجباري خصك تديريها، ما سمعهاش. فلهذا أنا من الناس اللي لقحوا غنلقحت أنا، ديرها في يد الله وصافي. هادشي اللي كاين، نتمنوا الله خير. كاين الناس اللي لقحوا ما طرالي موالو، كاين اللي لقحوا قال لك حسوا ب كل واحد وكيفاش الاعراض، كاين اللي ضر راسو، اليد بعدا كضر. انا راجلي مني جلب ضرت يدو يومين صافي وقع عادي. النصرانيه اللي خدامه معاها حتى هي مني جلبات ضرت يديها، نفس المشكل بحال مصطفى، ضرت يديها حتى هي يومين صافي صافي. هذوما الاعراض. اختي مني جلبات جات سخانه وتبريشه شي اسبوع، هي هكا كتحس بالكويربو ديالها عيان صافي، من بعد صافي ولات مزيانه. هادو هما اللي سمعت لي في العائله ديالي، يعني اللي سمعت شنو هما الحالات والاعراض اللي جاوا في الاول، يعني باش بالنسبه للناس اللي باغين يلقحوا، اللي ما بغاوش عاوتاني كيبقى داكشي حر، الشخصيه ديال الانسان كل واحد. هادشي اللي كاين البنات. المهم انا طوكات ليا في معرفش كتعرفوا، محسوب عليا انا سان كارلوس، كلينيكو سان كارلوس هو اللي غنمشي ليه، هو اللي طوك ليا فيه ندير التلقيح، على حساب كل واحد وشنو محسوب عليه، كل واحد شنو محسوب. ايوا هذا مكان البنات، حنا غاديين، قالوا بانه كاينين الناس بزاف في السبيطار. الحق بعد غنشوف انا واش غنلقى الناس بزاف، واش غندوز دغيا. انا غنعطيكم جميع المعلومات، شنو غادي ندير، اش قالوا ليا،
بالنسبه للناس اللي غادي يدوزوا من هذه المرحله اللي باغين ياخذوا فكره وصافي باش تعرفوا شنو كاين والمراحل اللي غندوز منها. هذا الشيء اللي كاين وهانتوما معايا. بوين اخواتي، سالينا لقيت البرا وخرجت لحد الساعه قالك تبقاي 10 دقائق جالسه عاد كتخرجي في حالك. بقيت 10 دقائق قالت لي لا ضرك راسك ولا حسيتي بشي دوخه ولا شي حاجه يعني تبقاي تما. ما حسيت بوالو هاد الساعه، ساعه اخرى يفتح فيها ربي. كنتمنى يبقى بحال هكا. انا دابا على حد الساعه كنحس عاديه، ساعه اخرى يفتح فيها مولانا. وصافي البنات سولاتني قالت لي واش عندك شي حساسيه ولا شي حاجه. قلت لها عندي الحساسيه ديال البولين ديال الشجار وداك الشيء ديال راكم عارفين. صافي هادشي اللي سولاتني عليه. والصراحه فرمشت عين دقات لي البرا، ما حسيت بها كاع فاش دقاتها ليا. وصافي المهم الاعراض اللي تيقول لك كتبان في البلاصه، انا ما شفت والو، انا عادي. ولكن دابا تيطلع النهار عاد نعرفوا شنو كاين. هذيك الساعه نشوفوا شنو غادي يكون، واش غادي يضرني راسي، واش المهم انا كنقول لكم داكشي اللي حسيت به. انا قلت لكم باش نتوما تاخذوا فكره بالنسبه للاخوات اللي باقين ما جلبوش، تاخذوا فكره وصافي. هادشي اللي كاين. المهم هو راه كاين في حدا كاين في البلاصه اللي كتعرف كلينيكو سان كارلوس، راه كاينه هذيك بورتا او لهيها وكتمو غادي عليها لهي وكتدورو مع هاد الجهه غادي تلقاو اللي بالنسبه اللي غادي اللي طوكات لهنايا وما تعرفش فين. حيت انا كيف قلت لكم البنات بالنسبه اللي ما عرفاتش راه ثم تشدوا هاد الصف ديال بحال غادي داك بورتا او. بالنسبه للاخوات اللي عندهم محسوب عليهم سان كارلوس كلينيكو سان كارلوس تمشيو على بورتا او غتمو غادي واحد شويه الدورو صافي راه كاين تما البلاصه فين كاين. غتلقاو بعدا الناس كاينين بزاف كيدايرين الصف باغيين يجلبوا. وهادشي اللي كاين اخواتاتي. نمشي للدار دابا نشوف واش غنديروا الغدانا. وهذا مكان الجو غزال اليوم الصراحه والله العظيم جو زوين شامش ديال البحر. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات، خليكم معايا تنشوفوا كي غندوزو. بديتكم معايا جلبت تتكملوا معايا النهار نشوفوا شنو غادي نصوروا لكم في هذا النهار هذا. يلا انتم معايا دابا غنمشي نفطر، بعدا غنمشي نفطر هو الاول عاد نمشي للدار حيت جيت بلا فطور. المهم كاينه واحد التيندا هنايا بما ان القناه اشهاريه غنوريكم واحد المحل هنايا ديال الحوايج. صراحه عندهم داكشي زوين حدا السبيطار، انا غنوري لكم فين كاين ندير لكم النعت باش تشوفوا. عندهم داكشي زوين الصراحه، عندهم حويجات زوينين. وغادي نشوفوا شنو كاين تما نصور لكم باش ما يمشيش هذا الفلوغ خاوي. المهم عطيناكم معلومات على داكشي اللي درت اليوم ونزيدكم شنو كاين ديروه كوك. هذا مكان البنات، خليكم معايا تنوريكم، انا غنعت لكم المحل. شميشه والله العظيم الشمس جاتني حارة صراحة. وهانتوما معايا عزيزاتي نزلوا شوية وهانتوما معايا ما تزابيوش. المهم البنات تيندا هي هذيك اللي مقابلة معايا وها هو السبيطار جا هنايا. المهم تيندا جات هنايا في هاد الشارع الاخر. يا هاد البنات وهنا البنات دخلتكم لهذيك التيندا من بعد ما خرجت من السبيطار. كيف كتشوفوا هاد السريولات اللي كاينين فيما مشيتو غتلقاوهم، سراول العراض اللي كيجيو واعرين في اللبسه الصراحه زوينين. كاين هاد القويميجه هادي ديال الجين حتى هي طويله بحال الكسيوه وفيها الجويبات
والتوب ديالها خفيف راه ديال البرد البنات، واخا الجين ده من كتشوفيه كيجيب لك الله راه قاصح بالحق، لا خفيفه. وكاينين هاد السبرديلات هادو 14 اورو، نقولوا 15 اورو، هادو تما زوينين فنين. كاين هاد الشكل وكاين داك الشكل اللي فيه الكحل، انا عجبتني ديك الكحله، حتى الغوز زوين. كاين هاد الستيل هذا، هادو خفيفين البنات، رطبين وخفاف، انقص شويه. كاين هادو حتى هما فنين، هادو بحال دوك اللي طالعين. وكاينين هادو نص، وكاين هاد السويكات اللي دارجين بكثره 12 اورو دايرين، انقص شويه. هادو قوامج 10 اورو، التوب ديالهم لولا. كيف كتشوفوا هاد القويمجات، هادو تا هما، هادو التوب لولا، هادو فنين تا هما، زوينين بردين، دايرين وقيلا 12 ولا 14، والله ما شفتش مزيان. هادو تا هما 14 اورو، واعرين هاد القويمجات فنين، التوب ديالهم عرفتو رطب البنات، توبهم رطب رطب وطايح، شفتو زوين التوب ديالها، هادي توبها طايح. هاد القويميجة كاينه هي، بقاو غير جوج اللي في هاد الشكل هذا، ولكن كاينين قوامج طوال ما قدرتش نصورهم لكم، الا مشيتو غتلقاوهم. هادي حتى هي عجبتني بزاف، اللوينات اللي فيها زوينين صراحه، ومع 12 ولا 14 حتى هي. هذا حتى هو كيجي هكا من كتلبسيه هكا فوق شي حاجه اللي بغيتي تلبسيه، زوين الشكل ديالو. كاين هاد في الشويبي وكاين بحال الغوص. المهم خواتاتي العزازات، صورت لكم شي حاجه وصافي، الا جيتو قلبتو بالخاطر بالوحده بالوحده بالحاجه بالحاجه، اكيد غتلقاو داكشي اللي غيعجبكم. عندهم كسيوات قوامج طوال، قوامج راكم شفتوهم 12 14، شي حاجه واعره والله العظيم. كاينين دوك قوامج لولا والسرا واللولا، قولوا السروال 14 والقميجه 12، يعني 26 لبسه كامله، وشي حاجه زوينه صراحه. المهم اذا جيتوا هذيك الساعه انا عطيتكم فين كاين، راه وريتكم كاين جا في، المهم قابل مع السبيطار، وبحال كتكونوا جايين من مونكلوا، هو في الطريق ديال ماشي في الصف اللي غتمشي عليه السبيطار، الصف اللي من هنايا. المهم رانا وريتكم، ونتمنى تكونوا شفتوا الاسم ديال تيندا، واللي بغى اللي عجبها وبغات تمشي تمشي، هذا مكان البنات. ايوا ها انا في طريقي، شوفوا درت الكمامه مخلوبه، معليش كل شيء زين. هذا هو الشارع اللي كيجي من مونكلوا، كتجي من مونكلوا هنايا كتمي غاده للسبيطار. المهم الناس اللي كيعرفوا هنايا راهم عارفين. غادي ندوزو دابا، ما غاديش نقدر نصور لكم، ولكن غنوريكم من حدا الباب، صولو غنوريكم غير من حدا الباب، لحقاش ما نقدرش نصور لداخل، ما كتخلينيش نصور. كنت جيت عندها واحد الخطره وقالت لي لا ما تصوريش، صافي وما قدرتش نصور. عندهم ديكورات واعرين، انا غنوريكم على المحل، واللي بغات تجي تشوف بعينيها تجي هذيك الساعه. المهم انا نوريكم المحل، وانتم اللي عندها الغرض تجي تشوف. هادشي اللي كاين البنات، ها انتم معايا. المهم البنات انا غاده لتيندا، جات في هذا الصف هذا، غنوريكم السميه. انتم عندهم داكشي واعر الصراحه، مازال داخل غتشوفوا اكثر، قولي هذاك الفانوس وداك الشيء، اللوينات زاهية. شوفي ديك المرايا 10 اورو فنة، هادي وهادو، هانتوما الكويسات، عندهم داك الشيء زوين صراحة. هادوك الخميسات يلقاوكم على العين. اللي كتشد فيها العين بحال انا، راه دمي حلو دغيا، كتشد فيها العين، كتشد فيها العين تاع الزلط، الزلط والعين، عمركم شفتوها؟ والله العظيم نشوفوا التريات، واعرين التريات.
مازال داخل عندهم داكشي واعر واعر. هاي التيندا هي هاد نيلا، سميتها نيلا. وهنا دخلت وريتكم عندها تريات واعرين، شي حاجة واعرة الصراحة، البيض والذهبي. هذا انا اللي وريتكم دابا بيض، كيف كتشوفوا هذه غزالة دايره، كانت 239 داروا لها 100 وشي حاجه، دارت لها 100 وشي حاجه، هذه ب 69. شوفوا هذيك الثريه كي دايره، حتى هي واعره واعره، فنه خفيفه، شي حاجه خفيفه وزوينه. وهاد الطبيسيل هذا ديال البيتزا، كاين هادو بحال الطريفات، هادي غتدخلوا عندها غادي تحماقوا عند داكشي الديكورات، ما عندك شي زوين الصراحه. هاد المرايه حتى هي كتجي زوينه، كتعلقها في الحيط ولا فين ما بغيتي. كاينه هادي حتى هي، كيجيو الديكورات ديالهم واعرين. هاد الطبيله ما عرفتش الثمن ديالها شحال، هادو مدوك الصحاح، ماشي السلوك، شي حاجه زوينه. هادو حتى هما فنين، 15.90 €، ما عرفتش واش بجوج بهم ولا وحده، ما مأكداش. هادي حتى هي الطويبله عجبتني، كاينه هادي حتى هي ديال الشمع. وهاد البواطات فنين، 14.90 €، 10 €. هادو ديري فيهم مجوهرات ديالك، تحطيهم هكا فوق لا داك اللي عندك في النعاس. 89 هادوك الطبيلات، وريتكم الذهبيه وريتكم الفضيه. هادو 15.90 €، هذا طويل. هو هذا العنوان البنات، العنوان ديالها والتليفون اللي بغات تواصل معاها، وشوفي داكشي اللي عجبك. بالنسبه للاخوات اللي ساكنين في مدريد، اللي قراب راهم يعني قريب ليهم، والناس اللي بعاد على مدريد الا بغاو يجيو مرحبا بهم، تواصلوا معايا نديهم، ما كاينش مشكل. هاد الفاز حتى هو 10.90 €، هادو تريات ذهبيين. المهم عندها التريات، عندها المرايات، عندها داكشي واعر. المهم بليس هادو ديال الصبابط، بالنسبه اللي كتبغي شي حاجه هكا صغيره، فهذه عندها الحجم صغير وكديري فيه الصبابط، زوين كيجي هكا وسط الباسيو ولا شي بلاصه تكون عندك بغيتي ديري فيها. هذه فيها مجوره وفي نفس الوقت ديال الصبابط. كاين هذه ب 99 ديال الصبابط حتى هو، وكتصايب بالمديده اللي بغيتو. هاد الطبيله حتى هي فيها بحال السوينيه. المهم البنات لقيت وحده اخرى، ماشي هذيك اللي كنت لقيت هذيك النهار، قلت لها واش نصور، خلاتني. المهم صورت لكم غير اللي بان ليا وصافي، ما قدرتش نصور كل شيء باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم هو عطيتكم فكره فين كاين المحل، عندها داكشي زوين صراحه، والعنوان راني وريته لكم. بغيتو تسكرينيو هذيك الساعه في التليفون، تعيطوا ليها، ومن تعيطوا ليها قول لها حنا جينا من طرف هذيك اللي صورات، اللي عجباته شي حاجه من هذا الشيء اللي وريته. راه كاينين حوايج واعرين صراحه، ما وريتكمش كل شيء، كاينين حويجات واعرين، ديكورات الكوادروس تعلقوا بلاكارات. المهم راكم شفتوا شنو وريتكم، هذا الشيء غير شي حاجه وصافي. المهم البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو، خليتكم على خير، واللي بغات تتابع، اللي بغات تعرف شنو وقع ليا، يعني شنو هو الحالات اللي ظهروا من بعد ما درت التلقيح، اللي بغات تعرف شنو هو الحاله، شنو درني راسي، درتني يدي، رجلي. المهم اللي بغات تعرف ان شاء الله تخلي لي تعليق باش ندير لكم فيديو اخر، ونهضر لكم على كيفاش وليت، ولا نهضر مع منين ندير فيديو نتفكر ونقول لكم شنو الحاله غدا ان شاء الله، نقول لكم شنو وقع ليا، زعما شنو الاعراض اللي شفتها. وهذا ما كان البنات، تمنينا الاعجاب ديالكم، شاركت معكم هذا الصباح هذا فين مشيت وشنو درت، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.